أنا عارف كتير منكم ممكن يتجنن بس لو شاف الصورة دي، مفيش صوت حتى، دي الصورة لوحدها وبتخليك تترعش، لو حطيت الصوت بتتجنن. دي بكل بساطة حاجة شغلتني طول عمري، لأن الناس الطبيعية في العادي أول لما بيسمعوا الصوت ده بيتضايقوا، ولكن أنا ما كنتش بتأثر قوي يعني. هل ده علشان أنا ما عنديش إحساس؟ ممكن أنا ميت من جوه؟ المهم، من حاجة زي كده أكيد ليها إجابة، وصديقي المفضل جوجل ربنا ينفخ في صورته ما قصرش معايا خالص في الإجابة. السبب اللي بيخلينا نكرنج قوي أول لما نسمع الصوت ده علشان التردد بتاع الصوت قريب جدا لتردد أصوات تانية أنت كإنسان لسنين طويلة اتعودت انك تكرهها. احنا كلنا عارفين ان كل صوت ليه تردد معين، في الحقيقة كل حاجة ليها تردد، بس التردد اللي بيطلع من الصوت ده قريب جدا للتردد اللي بيطلع من حد بيصرخ او حد بيعيط او حد بيزعق. بس الطريقة اللي اقدر اميز الصوت ده بيها ان هو مركز. تخيلوا معايا جدودنا وهم عايشين في الضلمة والليل برد وقمة الرعب بيسمعوا صوت صريخ. اكيد في حد بيتاكل من الاسد نيكست دور، بس السنين تمر واحنا نقدر نحمي نفسنا من الحاجات دي، بس ده ما يمنعش ان ردة الفعل الدفاعية لسه موجودة فينا، ومش عند البشر بس، عند الحيوانات برضو. والحاجة الجميلة اللي بتخليني ما احسش ان غريب انها بتختلف من انسان للتاني، يعني انا عادي اني ما بتأثرش بالصوت ده، انا انسان طبيعي في كل الاحوال. موضوع قريب جدا من الاساليب الدفاعية اللي ورطناها، وهي الاشعارة في البرد او موقف مؤثر. في ناس لما بيأشعروا شعر ايدهم بيقف زي سبايدر مان. هنا بصراحة برضو انا لما افكر فيها شوية انا مش فاكر اخر مرة اشعرت فيها، انا تقريبا عمري ما اشعرت.